وفتي وهجمني مدح وينها شمرية سومالان موسى بيحي عبدي أيامان طوام ببحيد دالكا جيني كوناكري يقلبيت كغارد أفريكا وفتي كان وصفر كود وقالان دونو مدال لباب مالموضة يا وحا مدح وينها كوهين لي سفر كاني وزيرة دا وزارة دا هريمها دبادة مالية دا يعافماتكا يولي بحبين كامي دا قد دا اعتراف رادين تي سومالان وفتيغان ايانا ومرتقات رسمية كيه لمدح وينها الدال كاسي جيني كوناكري سيدا ورباهين تو حقيقية وزيرك وزارة داريميها ديباد دي سومالان ياسين محمود حير فرطون هل كان مانتا ايدي كبا هنا يا ومدى في سومالان في عالم كمينة بباحسان انو هل كان كاب مباحي وفتي وهو قامل ايو مدح وينها جمهورية سومالان وفتيغاس و السومد أما مرتقات رسمية كهري لون في ديم بحوينا هودن كا جيني كناكري كويا لقلبات كأفريكا وفتي جاس وحا بحوينا ها كوي هلينية أفر حبنوت سدح وزير وأنا جا وزير كأرمات دبدا وزير كمالية دا وزير كعفمات كا يو حبن كم دا حبنها ها تراب شرازس كا أما روقة بالسن وآه أدنى professor annaga wada garanaysan asuud ayuu ka helay madaxweynaha dalkaas waxana laga soo wada hadli doonaa dabcan danaha labada dal iyo wixii xidhiidh wanaag ka dhaxeeya intaas ma laga soo wada hadlaya insha Allah labada maalmood kadibna waxa rajaynaynaa in waftigu halkan uu ku soo guriyo noqdo saddex maalmood kadib safarkani uu waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland ay ku tageeyaan dalkaasi ayaa noqonayay kii ugu horeeyay wafdi ka socda Soomaaliland ku tago dalkaasi Guinea Conakry iyo mid ka mid ah wadamada galbeed ee qaarada Afrika oo Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Nabal iyo Cabdirashid Faye wararka muqbahiya aan midba Aston 4 TV Hargeysa.